أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان عن جدول فعالياته وعن لجان تحكيم المهرجان في مسابقاته المختلفة. السنة دي هتكون دورته 45 واللي هتبدأ يوم 13 نوفمبر وهتنتهي يوم 22 نوفمبر. المؤتمر الصحفي حضره الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان. كمان كاميرا أنسات حضرت المؤتمر الصحفي. تعالوا نشوف مع بعض. السنة دي مشاركتي بعتبرها أنا مميزة عزيزة على قلبي، عشان بإشراف الأستاذ جابي خوري إحنا أنا وأستاذ جابي أستاذ أحمد شوقي هنشوف مجموعة من الأفلام تحت عنوان المسافة صفر. هم حوالي تقريبا 22 فيلم من مخرجين من غزة، صوروا في منهم صوروا حتى بس مجرد بكاميرا الموبايل، عملوا أفلام عن وجهة نظرهم عن الحرب، عن هم شافوا الحرب ازاي، سواء في افلام وثائقية او افلام فيكشن. مهرجان القاهرة السنة دي بيقدم عدد كبير من الافلام، وبيقدم كمان اكتشافين لمخرجتين مصريتين مهمين جدا وشغلهم واعد جدا. هم فيلمين دخل الربيع يضحك للمخرجة نهى عادل، والفيلم الثاني هو مين يصدق للمخرجة زينة عبد الباقي. دي تجاربهم الروائية الطويلة الاولى، واعتقد انه الفيلمين جيدين جدا، والمهرجان بيفخر بشدة انه دول يكونوا في عروضهم العالمية الاولى عنده. الى جانب ده المهرجان بيفتتح بفيلم فلسطيني هو احلام عابرة للمخرج رشيد مشهراوي. كمان المهرجان بيقدم فوكس على ما يحدث في السودان وما يحدث في لبنان من خلال افلام زي ارزا لميرا شعيب وفيلم مدنية لمحمد الصباح. ده كان هدفنا من الاول طبعا، وحلمنا كلنا ان احنا نبقى في المهرجان النهاردة. حضرنا كتير وصورنا كتير ومنتجنا كتير، والحمد لله عرفنا ان احنا نبقى متواجدين النهاردة مع ناس انا بحترمها وبتعلم منها وكبرت على شغلها الحمد لله. يعني القصة نفسها بتحكي عن نادين، بنت مدلعة جدا، على طول بتوقع نفسها في مصايب عشان تلفت نظر ابوها، فبتقع في واد نصاب تتهبل بيه، فبتنزل تبدأ تنصب معاه، وفي طبعا قصة حب بتربط الأحداث مع بعضها، وإن هي كده هتفاجئكم كلكم إن شاء الله. هو الأسبوع النقاد الدولي زي أسبوع، يعني مفروض 7 أفلام، بس احنا مفيش أي حاجة تمنع أنه يبقوا 8، فاحنا فعلا السنة دي ممكن نضيف فيلم 8 اتفقنا عليه زي ما انا قلت كده، واحتمال يبقى موجود معنا خلال الايام الجايه. ورغم ان هم 7 أو 8 أفلام بس، زي كل سنه بنحرص على التنوع، يبقى فيه تمثيل جغرافي جيد. هي مسابقه دوليه طبعا الاعمال الاولى او الثانيه المخرجيه، فاحنا عندنا 4 قارات ممثله، يعني عندنا افلام من الصين شرقا الى تشيلي غربا، وطبعا افلام من اوروبا وأفلام عربية. عندنا عروض عالمية أولى تعرض لأول مرة في العالم زي فيلم راضية المغربي، والفيلم اللي احنا اتفقنا عليه واحتمال نضيفه ده برضو عرض عالمي أول. عندنا أفلام بتمثل بلادها في مسابقة الأوسكار السنة دي زي الفيلم اليوناني القاتلة. عندنا أفلام واخدة جوائز كبيرة جدا زي فيلم سايمون أوف ذا ماونتن الأرجنتيني اللي واخد جائزة أسبوع الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد في كان. دي حاجة مبادرة جديدة، دي النسخة الأولى، وهدفها نعمل الحوار ما بين الفن التشكيلي والفنون البصرية والسينما، وهننطلق إن شاء الله مع مهرجان القاهرة النسخة الأولى مع دعم مع وزارة الثقافة. وطبعا والمهرجان القاهره بنشكر الاستاذ حسين فهمي لدعمه للفكره واحتواء، والهدف ان احنا نخلق هذا الحوار عن طريق بقى هنعمل معارض فنيه، وعندنا ندوات، في برضو ورش عمل.